بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى لكل العالم العربي والإسلامي عيد، أقول لهم عيد سعيد وكل عام وهم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يفتح على إخواننا في مصر إن شاء الله، في رابعة العدوية وفي نهضة وفي كل أنحاء مصر إن شاء الله. حقيقة هاد الأيامات ظهروا بعض فيديوهات في اليوتيوب ويتهموا المعارضة ويتهموا أي واحد معارض وأي واحد يرموا ويرنوا إلى 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 تغيير النظام أو إلى تحسين معيشته، سواء في العمل، السكن، حقوقه، يعني حقوقه كل واحد يطالب حقوقه يرجع. بالنسبة لهذا النظام هو عدو خائن، عدو الجزائر، عميل قطر، عميل إسرائيل، عميل فرنسا، عميل إلى آخره، تهم على جاهزة هكا ومحطوطة. غير تهضر يجبد لك هذا حطالك، غير تقول له يجبد لك شك تهضر حطالك التهمة واش داو. وبالتالي بعض الناس شغل حقيقة نحنا الناس تقول ولا تخاف، كأنه ولا تخاف أنه تقول زعما أنا مسلم ولا أنا عندي توجه إسلامي، أو كأنه هذه سبة، كأنه هذه تهمة إسلامي. تهمة إسلامي تايا با 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 فهم يحكموا عليك 15 سنة حتى الإعدام. وبالتالي بعض الناس بعض المعارضين ولا هو شغل اللي يتحسوا من هذه الكلمة هذه. أنا أقول يعني بكل صراحة، إحنا رانا في دولة إسلامية، هذه الجزائر دولة إسلامية، الجزائر دين الدولة في الدستور الإسلام، الجزائر في النشيد تاعها، في النشيد تاع ابن باديس يقول الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب. هذا هو والدينا لما وجدودنا وعمومنا وخواننا، ولما كانوا يروحوا يقاتلوا كانوا يقولوا الله أكبر، ما كانوش يقولوا لينين ستالين، ولا يقولوا أونور دو بير دو فيس، ماشي الفيس الجماعة. وبالتالي الناس قلت لكم يعني الناس ولات كانوا شغل تحشم بهذه الإسلامي، وتحشم أنه تقعد مع واحد ما عنده توجه إسلامي ولا ما داير اللحية مثلا يلبس قميص، سي بور سا يلبس قميص أنا دوكا. وبالتالي الناس شغل يعني معليش ليبرالي، معليش آتي، معليش كريتيان بدل دينه، معليش معليش هذوك في رمضان اللي شاف في تيزي وزو شربوا نورمال، دوك تاع اللي في تيزي وزو انا حيت وراهم لا بوليس، هذا ما في نديرو احتجاجات وهكا تمتم با خمس دقائق تبا يطيحوا علينا تمتم ويسبك ويربيو. هذوك الناس جاو في وضح النهار، في كيما يقول لك والشمس في 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 كبد السماء، شربوا في الجو والماء وياكلوا لمده دقائق ودقائق ودقائق، ولا واحد جا ليهم وقالوا يا ودي رغم انه هذاك يعني ممنوع انك تروح تاكل في دوله اسلاميه تروح تاكل. حبيت نحكي على دوله الاسلام، يعني شوف ناس تاكل وما تهمهاش هذا الامر تاكل. وانا سمعت خطره في الام دي اس في تيلي مني ناس ديجان هكا يقول لك انا شوياتي، ومع الاخر يقول لها تقول له موسي نورمال. وحنا المشكل فينا ولينا حنا شغل ما لازمش نبان حنا توجه اسلامي، دوك يفيقوا لي، واش يفيقوا لك؟ يفيقوا لك ولا شغل ولا امر شغل سري ولا شغل يوجدوا. يا اخي حنا عملنا حنايا واضح، حنا عملنا واضح، حنا مش نخدموا في السر، حنا ما نخدموش في الظلمه، ما نخدموش في الكهوف والانفاق والزابري، حنا نخدموا علنا حنايا. هل ما نخرجوا نخرجوا ديرك، نخرجوا في لاكرون بوست، نخرجوا في الجي، نخرجوا في قسنطينة، نخرجوا في 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 فرقلة، نخرجوا تامن راس، نخرجوا هكذا، وما يعرفونا احنا نعرفهم.
النظام هذا تاعهم اللي يرجي وبياري ومخابرات يعرفونا. انا نعرفوهم ولو يعرفونا نعرفوهم، تقول له صحه يقول لك صحه، هذه ويجي يكسر معاك واش كيف يكسر معاك يكسر معاك. هو يعرف انت واش عندك وانت تعرف هو واش عنده. واش حتى سر، احنا باش نخدموا في الظلام؟ احنا هذه بلادنا، هذه بلادنا، هذه عندناش بلاد واحده اخرى، احنا بلادنا الجزائر الوطنيه. ما كاينش واحد يقسم الوطنيه، يبقى هذاك وطني هذاك نص هذاك ربع هذاك. لا، بلادنا نحبوها، نحب بلادنا تكون الاولى في الامم، ماشي غير في البالون. كاين ناس يحبوا الجزائر تربح غير البالون برك، تربح دي كوب دو موند، دي كوب دافريك، دي كوب دا كوب دي كوب. بصح في الطب زيرو، في الصحه كما قال كما دار فريد شاوي زيرو، دار في حقوق الانسان في الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان، دار محاضره الطب الصحه مريضه في الجزائر. تروح للتعليم زيرو، تروح البحث العلمي زيرو، تروح كدا زيرو، كاع زيرو 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 زيرو. يحبوا كاع يدوا الزيروات، بصح غير في الاخر يحبوا زعما في البالون برك. علاه؟ لان البالون الشعبي لا هي شعب. المفيد انا نقول، حبيت نقول هذا التشويه تاع الفيديو، واش يحبوا يشوفوا الناس تهموا في عرضهم وشرفهم وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم متهموا في شرفه، قالوا عليه ساحر وكاهن وكذاب، وقالوا عليه تهموا في عرضه في عائشه رضي الله عنها، وتهموه وسبوه وضربوه. هذه الله سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق الكون هذا، قالوا عليه تزوج وجاب طفل، انت يا ما يقيسوكش بيسو يقيسوك. انا قلت لك النظام هذا اي واحد يطالب بحقه، اي واحد ماشي معاه يدير وحده ضده خاين، يبدا التهم يوجده تهم مجهزه يتهمك مباشره. انا بالعكس واحد الوقت كنت نقول واش راني نديرو كاع هذه الدوله ما على بالناش كاع بينا، واقيلا رانا هكا برك ما على بالهمش برك، واحد كي ما يقيمكش شكون انت تتكلم كيف انا نديرو هكذا وندخل ما كان والو. بصح الحمد لله لما بداو يشرعونا يدونا المحاكم، ولاو يديروا جديد ولاو لي فيديو يديروا لنا عليه الفيديو، ولاو يقولوا راح نديروا فيديو على فلان وفلان. مليح ما شاء الله، والله العظيم والله انا فرحت، قلت الحمد لله صافا ها صافي رانا نديروا حاجه نحركوا شويه. والله واحد الوقت قسما بالله يا خوتي غير بقيت واقيلا ديما كان والو واقيلا حنا ها مينو تعرف بلي تحرك صافا تخيش حاجه لا باس ها بداي ها بداي توشي بداي يحس الحمد لله. وانا نقول لكم يا خوتي والله العظيم كل النقابيين الحقوقيين الناشطين الحقوقيين النقابيين هذ المواطنين الاحرار الصحفيين الاحرار وما الى ذلك، هذو اللي يحبوا البلاد يحبوا البلاد تقدم وتطور، ما يحبوش الفساد، ما يحبوش اللصوص، ما يحبوش سراقين اموالهم، ما يحبوش اللي باعوا الجزائر، ما يحبوش اللي قتلوا الجزائريين، ما يحبوش اللي ذهبوا اموال الجزائر، ما يحبوش اللي ثرواتهم ويخرجوها للخارج ويديروا شركات ومصانع وفيلات وبيسينات وما الى ذلك. أقول لكم لا يهم السحاب نبحوا الكلاب، والله القافلة تسير والكلاب تنبح. أنت دير هدف قدامك ومشي، ما يعطلوكش هذاك، هذا يعطلوك هذاك بعض الأنظمة كإبليس. إبليس واش يدير؟ ما يخليكش تروح الجنة، يدير لك الكبائر البدع، ما قتلكش الكبائر الصغائر، حتى يحيك هكذا بين 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 الحلال وكذا، حاجه فيها تجيب مثلا فيها 10 حسنات ما يخليها لك يبوزي غير وحده تجيب عليها حسنه وحده، فهمت؟ هذا هو ابليس، ياكلك هكا تطيح ما بتنوض تنفض تشوف اذا تجرحت او عطلك ها باش توصل للهدف تاعك. هذا كاع عادي، هذا كاع عادي، هذا نظام مجرم قتال، دار المجازر دار المذابح دار هجر الناس همل الناس. مع انه احمد طالب الابراهيمي قال مؤخرا في 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 في, في, في الجزيره شهد العصر الحلقه الاخيره الحلقه التاسعه، قال باللي الجبهه الاسلاميه انقض، واش قدمت هكا تنازلات هكا، ورغم هكا ما قبلوش والو، ما قبلوش هذو يدو حبوا يدو كلش تاعهم والو. اعتقدوا بلي حنايا دي زيسكلاف، حنا هناك فطاكي انت وولادو وهما الاسياد هذوك ال هذا واش كاين؟ الانسان ما يتقلقش، واللي ما واش حاب يتقيسو كيما يقول لك حاب يعوم ما يتشمخش، يا خويا ما يعومش، والله العظيم ما يعومش. واللي حب السلامه وكذا يا خويا، واللي حب يفرشوا له طابير وجه وكذا يروح يسبح بسبح حمد النظام ويمجدو، يفرشوا له طابير وجه يديروا له الورد
ويغنوا له ام كلثوم ويضربوا له الدف ويديروا له الصف تاع نساء منا والصف تاع نساء وهو يدخل هكذاك. اما تناضل وتضرب على حقك وتضرب على حق شعبك وما تحبش اللصوص هذوك وما تحبش السراقين وما تحبش الكذابين وهذوك يديروا لك هكا عادي. هذه هي، انت لست خير من محمد صلى الله عليه وسلم وماشي خير من الله سبحانه وتعالى. هذا واش كاين؟ القافلة تسير والكلاب تنبح، ما يهمك والو، واللي يمسك على قمر او ترجع يمسك على وجهه، هذا واش كاين؟ ونقول لكم صحيتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.